نادية بنت حلال تعالي. أنا كنت طالعة لك بصينية الأكل، يلا تعالي كلي معايا، أنا ما دقتش الأكل من الصبح. إيه يا بت؟ ترديش عليا ليه؟ بقيت أنت وجبرية حبايب؟ أه طبعًا، أمال إيه؟ ما هي جبرية تبقى أم جواز بناتك. نادية ألا قولي لي يا عمتي، اللي جاي في حياتي أنت شايفاه كيف؟ أصل أنا ما شايفاش غير سواد. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديكي يا حبيبتي. في ربنا قادر ينور الدنيا دي كلها في ثانية واحدة، بس انت قولي يا رب. ما انا بقول الحمد لله، بس انا يا عمتي عاوزاكي تاخدي جبرية وتروحوا تقعدوا في بيت مروان، خليكوا في ريح بعض، مالكوش الا بعضيكوا. بقولك ايه يا نادية، ايه رأيك يا حبيبتي لو شلتي جبرية من دماغك؟ بلاش، شيلي البيت الكبير كله من حياتك. هو انا في حياتي غير البيت الكبير؟ وبعدين انت نسيتي ان جبرية تبقى ضرتي؟ الله يرحمه محرم، عملها وخلع. انت عايزة ايه بالظبط يا نادية؟ عايزة اعيش لنفسي. ازاي يعني عايزة تعيش لنفسك؟ فهميني. انت ناسية ان انا ليا ورث من محرم، ومن حق ان انا اتصرف في ورث ابوي. ايوه يا بنتي، معلش انا بقيت غبية شوية. وضحي كلامك وقولي لي في دماغك ايه، بترسمي على ايه. ما هقولكيش، اخاف ما اضمنكيش انت تبقي صاحبة جبرية عدوتي. اقولك كلي يا عمتي، كلي لا توجعي من طولك. انت مش بتقولي ما اكلتيش حاجه من الصبح؟ لا يخرب بيت ام الجنان، خد يا بنت هنا تعالي كلميني. انت يا بنت يا نادية، ربنا يهديك يا رب. رجعتي تاني؟ استني يا مجنون انا جايه. يا بنت استني يا بنت، سينات مالك؟ وايه اللي مبهدلك وعمل فيكي كده؟ اللي انتجم منها ربنا ريم، وانا جايالك تحميني. تحميني منها، ماليش غيرك اتحامى فيه. انا؟ لا يا اختي. ايه شايفاني ماشيه بدبح في الناس؟ ماليش دعوه. لازم تحميني يا ست كريمه، انا ماليش حد اتحامى فيه غيرك. لا يا حبيبتي، انت تروحي لها وتشوفي انتي هببتي معاها ايه عشان تبهدل فيكي كده وتاخدي طارق منها، ماليش دعوه انا. هي باجتك ده؟ اه باجتك ده. اسمعي بقى يا ست كريمه، سرك عندي، ولو اتعرف البلد كلها هتتقلب على دماغك. يا حسن يا خول الجنينه، اتجلع يا حسن. الله 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 الله، تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لسه نايم حالا. ما تقولي ايه اللي مفرحك؟ انا جعان، عايز اكل الاول، جعان موت. لا مش هتاكل اي لقمه الا لما تقولي ايه اللي مفرحك. خدت حسن في حضني يا زينب. بجد يا مروان؟ انا اول ما عملتك دي ردت فيا الروح، وقال لي ان انا سنده وظهره، انه ما كانش بينام عشان ما كانش مطمن الا هو معاي. وعينيه كانت بتقول ان انا اغلى عنده من نفسه. طبعا، وايه الغريب في كده؟ يعني ايه مش فاهم؟ يا رب يا رب، انا بحب راجل وهو مش فاهمني. يا زينب قولي اللي في دماغك على طول. هقول لك يا حبيب عيني، حسن بيحبك قوي يا مروان، وانت قلب حسن. يمكن بيزعل منك، يمكن الطيار بياخده، يمكن يتوه، بس حيلف يلف ويرجع لمروان. حسن راجل ومش غدار. طب اقول لك على حاجه عشان تعرف ان حسن راجل. حسن واقف قدام الدنيا دي كلها وقدامك عشان امه. انا عملته يا زينب كان غصب عني. اصبر بس يا مروان وافهم الكلام.
أنا عارفة إن أنت سيد الرجالة وبتعرف توزن الكلمة صح، وعارفة برضو إن أنت سمعته ما كانش سهل، واللي أنت عملته كان غصب عنك، بس برضو حسن واقف قدام الناس دي كلها عشان اللي عملته أمك برضو ما كانش سهل، كان صعب، اتحداك أنت وتحدى العالم كله، وقال أمي اللي يعمل كده يا مروان يبقى راجل وما يتخافش منه. كلامك حلو بس الميزان مايل وانت عاوزة تعدليه. مش مشكلة لما الميزان يميل عشان نجربه من بعضينا. انت عايزة تبرري اللي انا عملته مع حسن عشان اقول ان انا غلطان في كل حاجة وان انا ظلمت حسن. كمان عاوزة تحلي صورته بأي طريقة، وخايفة السد اللي بيني وبينه يكبر. وانا هقول لك امين، وهقول لك كمان اكتر من كده، انا بحمد ربنا ان انت معايا وان انت مرتي واللي تحلي دنيتي واللي تخليني اقرب من اخوي واخده في حضني، تبقى ست الستات وتتشال فوق الراس. عارفه يا زينب، انا اول مره اكون مرتاح، وكمان اول مره احس بالامان مع حد. تقصد مين بالكلام ده؟ هقول يا زينب، أقصدك أنت طبعا. طيب إيه رأيك تسمع حاجة حلوة؟ يا ريت يا زينب يا ريت. أغنية من القديم مثلا؟ وماله؟ خلاص أنا هسمعك مدام تحب بتنكر لي. سوما، يا سلام يا ست سوما، سنين وعمر. دققتيه؟ الله يعال. حطيتي مروان تحت باطك يا زينب. ماشي يا بنت كريمة، ماشي. كويس انك هنا. انا عاوزاكي في موضوع مهم قوي، حاجة خصوصي. خصوصي بينا؟ ليه؟ مش يا بنت غور، انا ناقصاكي. اسمعي بس. محرم ساب كتير وريم سايقه الهبل. ما هتقوليكيش تعالي يا جبريه خدي حقك، ولا هتقولي تعالي يا ناديه خدي ورثك من محرم. بالك يا ست ناديه هانم، مروان لو شافك والله لا يدفنك بالحياه. هو عامل خاطر لزينب. ليه يعني؟ عشان ايه ده كله؟ عشان الطار اللي بينا. والله يا جبريه انا ما بقيتش فاهمه حاجه في العيله دي، وكل ما افكر عقلي يشد. وبعدين بقول يعني تحطيتي يدك في يد كريمة، ما هتحطيش يدك في يد نادية الطيبة الغلبانة. بتبصيلك ده ليه؟ قومي ري. قومي. استني بس هقولك. قومي يا بنت. اسمعيني. افتحي الباب، افتحي الباب. طيب غوري غوري. لا هتولعي ولا اقولك رمادي زروه.